العلامات كما جاء في الخبر. كيف علامة محبة الله للعبد؟ سيدنا موسى يقول: يا رب كيف لي أن أعلم من أحببت ممن أبغضت؟ يعني دلني، لا أعرف مين بتحب ومين بتبغض. قال: يا موسى إني إذا أحببت عبدي جعلت فيه علامتين. الله سبحانه وتعالى إذا أحبك بيجعل فيك علامتين. قال: يا رب وما هما؟ بتحب تعرف شو هني؟ هون بتعرف ميزانك إذا الله بيحبك سبحانه وتعالى ولا ما بيحبك؟ تحب تعرف؟ نعم. قال: أول وحدة ألهمه ذكري لكي أذكره في ملكوت السماوات والأرض. ما أنت مجرد ما ذكرت الله، الله سبحانه وتعالى إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هذا حديث صحيح. فأنت بتذكر في نفسك يذكرك الله بالعطاء، وتذكر أمام الناس بيذكرك أمام الملائكة. في كل حال جعلت فيه علامتين. أول وحدة ألهمه ذكري، لما بيحبك بيلهمك الذكر لحتى يذكرك في ملكوت السماوات والأرض، لحتى يقول للملائكة هذا عبدي حقا ألهمه ذكري أشهدكم أني قد غفرت له. ما بتكفي هاي؟ أول وحدة. اثنين وأعصمه من محارمي وسخطي كي لا يحل عليه عذابي ونقمتي. بصير الإنسان بيبتعد عن المعاصي، بيصير بيحب الطاعات، بيجي بده يوقع بالمعصي بيهرب منها، وإذا وقع هيك بمعصي صغيرة بتلاقيه يستغفر ويتضايق وينتبه. فلما بيعصمك بتلاقي رايح من المعصية، فجأة بيصير معك ضرب لحتى تبعد عنها، بيضرب لك سيارتك، بيعمل لك شغلة، بيعطل لك طريق لحتى ما تقول لأنه رب العالمين بيحبك، بيعطيك إشارة يقول لك لا أنت ما مكانك هون، هذا ما لك. تجيك مصيبة فإن تابوا إلي فإنا حبيبهم وأنا حبيب التوابين وحبيب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم الذنوب والمعايب. لما بيبتليك بمصيبة تكون أنت ناوي لك على شيء عملي، عارف أنه رب العالمين بيحبك. أحيانا بيعطيك إياها في المنام، بتشوف في المنام منام بيعطيك إشارة أنه أنت فايت على النار، انتبه أنه هذا ملالك. أو بيجيك هاتف في المنام بيقول لك أنه لا تفعل كذا وكذا، فهذا دليل محبة الله. بيلهمك الذكر، كون أنت قاعد ما في شيء، فجأة تلاقي حالك عم تسبح رب العالمين، عم تذكر، فجأة فتحت القرآن وجلست تقرأ. هذا شو؟ ما المهم اللي أنت عم تعمل، المهم أنه مين ألهمك وليش ألهمك. ألهمك الله. ولماذا ألهمك؟ لأنه يحبك فيريدك أن تذكره حتى يذكرك، وقبل أن تذكره ذكرك، وبعد أن ذكرته ذكرك. أنت ذكرته مرة وذكرك مرتين. ألهمك الذكر، ذكرك فألهمك، فذكرت الله فذكرك بين ملائكته. فشوف لما أنت بتعمل هذا العمل ما تشوف هذا العمل وأنا عم بذكر الله، تشوف من ألهمك العمل وماذا نتيجة العمل. نتيجة العمل أن تذكر في الملأ الأعلى، فلان ابن فلان، بصير اسمك عند الملائكة معروف. لما بتوقع في مصيبة تقول يا الله، الملائكة يقول صوت معروف، صوت معروف، اللهم اجعلني أن أكون خادما له. تلاقي ملك من السماء الرابعة ومن السماء الخامسة ومن السماء السادسة ينزل لنجدتك بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه صوتك معروف. صوتك معروف لما كنت في أيام الرواء في ظلمة الليل تقول له يا رب. فلما بتوقع في حال وفي ضيق الملائكة بأمر الله تنزل لنجدتك وانت ما شايف شيء، ما عارف شو كيف الأمور. يا موسى وإني إذا أبغضت عبدا جعلت فيه علامتين.
إذا فيك العلامتين الأولتين الله بيحبك سبحانه وتعالى، وانتبه ما يكون فيك العلامتين الثانيتين. وإني إذا أبغضت عبدا جعلت فيه علامتين، قال يا رب وما هما؟ قال أول وحدة أنسيه ذكري وأخلي بينه وبين نفسه لكي يقع في محارمي بسخطي فيحل عليه عذابي ونقمتي. ينسيك الذكر وبيخلي بينك وبين المعاصي، بتصير بتوقع بالمعاصي شمال يمين، لا ذكر موجود ولا خوف من الله موجود. معناته انتبه يا جماعة، انت اذا وصلت الى هذه المرحلة معناته في مرحلة الخطر، في بغض من الله. يا لطيف اذا الله بغض العبد، يا لطيف. فانت كنت مؤمن، كنت صالح، كنت تقي، كنت ما تقطع وقت، كنت قراءة القرآن الأذكار، شو اللي عم بيخليك تروح نحو المعصية وعم بتقصر والصلاة صرت عم بتأخرها وذكر الله ما عاد فيه وقلبك عم يخسى؟ راجع حالك، راجع حالك، شو اللي صاير؟ معناتها في مشكلة، لازم ترجع. طالما أنت في الدنيا وهلأ عم تسمع، معناتها راجع نفسك قول يا رب تبت إليك والتجأت إليك، اللهم أعني على ذكرك، أعني على شكرك، أعني على حسن عبادتك، اللهم اعصني عن المعاصي. فإذا عصمك من المعاصي وأعانك على الذكر، اطلب من الله يساعدك، لأن أنت بنفسك وأنا بنفس ضعاف، نحن ضعفاء، ولكن بفضل الله تعالى أقوياء، فقراء إلى الله أغنياء بالله، ضعفاء إلى الله أقوياء بالله. لما بيصير العطاء من الله وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، شو بيصير عندك؟ حتى أحبه، فإذا أحببته. المشكلة أنت عم تتقرب بالنوافل ما عارف شو القصة، ما حاسس بالموضوع. كل ما بتتقرب بالنوافل، بالأذكار، بالأوراد، بقيام الليل، بالتهجد، بالصيام، حتى أحبه. وهون العطاء الإلهي، لما إذا أحبك، فإذا أحببته، كيف بتصير قوي لكان؟ بتصير. قال فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. صرت تنظر بنور الله وتسمع بنور الله وتبطش بنور الله وتمشي بنور الله، ما عاد بقى تشوف معصية، ما عاد تلتفت للمعصية، نظرك ما بيلتفت للحرام، الله يعفي عنا نظرنا، لسانك ما عاد يتكلم بالسباب والشتائم والغيبة والنميمة، بنور الله. بس هيك بعد كل هذا لما بتصير، ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. والله يا جماعة، يعني كما ورد في الحديث